مساء الخير مساء التماسي. الموضوع في غاية الأهمية وغاية التفاهم. يا بنت كفاية علم النفس وفلسفة بقى، حرام عليكي، ارحمي الناس. كفاية ماسكة الراجل بهدلتيه، حرام عليكي. كلمتين حلوين، شوية تفاهة، شوية كوميديا، الحاجات دي حلوة، الناس محتاجة. كفاية اللي هم فيه، كفاية اللي هم فيه. تعالي عند النقطة دي وعينيا هبرحها شوية. بس أنا عايزة أسألك سؤال مالكش دعوة بالباك جراوند بتاعك. انت عايزني كل شوية اكل بعقلك حلاوة واسمعك اللي انت عايز تسمعه بس، واخدرك اكتر ما انت متخدر، ولا عايزني اكون صريحة معاك استفزك شوية عشان تغير تفكيرك وبالتالي سلوكياتك وبالتالي لقمة عيشك وبلدك ان شاء الله؟ انتوا بتحبوا جو المؤامرات. بقالي 20 سنة بره، فشايفة الدنيا بطريقة تانية شوية. يمكن أكون صح، يمكن أكون غلط، أنت حر، ممكن تاخد كلامي أو لأ. ودرست تاريخ وفنون حروب عشان تتحكم في أي حد وأي شعب. لازم تحطم له تفكيره، تشتت له تفكيره، تضيع معنى الإنسانية والمنطق. لما يوصل لمرحلة إن الشعب ده تلفزيونه، لما يكون فيه آراء معاكسة يضربوا بعض بالكراسي ويشتموا بعض. وتوصل لمرحلة إنه في الشارع لو فيه آراء برضه مختلفة ممكن توصل للدم. في حاجة بسميها الإدمان الفكري. غير المخدرات، انتوا مش بتدمنوا مخدرات بس، في ايديولوجيز بتدخل المخ والمخ بيدمنها. في ثقافات بتدخل المخ بيدمنها وبتدمره. For example الأفلام الإباحية، عشان الحلال بقى غالي، وعشان الشباب مكبوت، وعشان 100 ألف سبب. ما دايما في عشان، أنا ماليش دعوة بعشان، أنا عايزة بس أفهمك هي ممكن تعمل لك إيه. نفس أوضة إدمان المخدرات on the long run بتسبب ضعف جنسي أو عجز مثلا. ده أنا بقول لك أمثلة صغيرة من الإدمان الفكري اللي دخل مصر بقاله فترة جميلة حلوة كده، وقعد وربع دلوقتي. امبارح كنت بهزر معاك وبقول انتوا مفيش حد في الدنيا يقدر يحتلكم بالفكر اللي انتوا فيه دلوقتي، في الحروب الفكرية اللي انتوا وصلتوا لها دلوقتي. انتوا اوريدي كده احتليتوا، هما مبسوطين بيتحكموا فيكوا زي ما هم عايزين. من مصلحتهم ان انت تبقى تعبان عشان عمرك ما تبقى قوي، عشان انت قوي جدا فخايفين من قوتك فنتعب له دماغه. قلت لكم قبل كده زمان في فيديو، انا كنت بقعد مع ناس هنا وبيبقوا مبسوطين قوي ان العرب والمسلمين والمصريين، اهم حاجة المصريين، مخهم وصل للمرحلة اللي هم فيها دي. انا مصرية زيكم، وعلى فكرة ما باخدش ولا نكلة وما باخدش حتى راحة البال انيمور. بس بتحايل عليك تاخد بالك عشان انت اللي كتاب تاريخ عارف يحقق معاك. ولا تلفزيون نافع ولا حاجة نافعة خالص. الهجايس وقلة الأدب هي اللي بتنفع. فمن غصب عني أنا أسفة ساعات بخش لك بالهجايس عشان أخبطك في انتباهك وتسمع. مش هين عليا أشوف ولاد بلدي مخهم محتل كده من جوه ومن بره ومن كل حتة كتير.
فكروا في اللي انا بقوله ده دلوقتي. المرة الجاية ان شاء الله عايزة افهمك خطورة ادمان الفكر، واديك اكزامبلز منها، وازاي ان شاء الله نعالج نفسنا منها. اوكي، كل سنة وانتم طيبين. سلام.